خشب مصنوع وعليه أحلى الرسومات، وده مش حجاب موضوع، ده حامل الأيقونات. باب الملوك العظيم في الوسط ما بين بابين، ووراه في ستر جميل، وعلى الجنب طقطين. ربي يسوع الحنان من تلقى، ويوحنا المعمدا، وشفع كنيستنا معا. أم عمانوئيل مريم على الشمال، والبشرة والملاك ميخائيل، وماري مرقص دميسا. من فوق صور التلاميذ والعاشر رباني، وفوم الصليب ومريم والرائي. قدام الصورة أنزل سيرك منير وجميل، أعمال القديسين دول لينا مثال ودليل. يا حامل الأيقونات يا جميل جواك نسي، بشوف فيك السماوات واشتاق ليها بقلبي. خشب خشب مصنوع وعليه